بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها، وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها إنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة إن هي ثلاثة قروء دلت عليه آية البقرة. المطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن المحيض إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر، ولهذا قال واللائي لم يحضن. هذه الآية من أصرح الأدلة على جواز زواج الصغيرة إذا كانت مطيقة للوطن، لأن هذه العدة هي في المدخول بها، إلا فغير المدخول بها بنص القرآن ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن فهذه الآية في عدة من دخل بها ومسها، وهذا دليل على أنه لا يوجد تحديد سن للزواج وأنه يلزم أن تكون بالغة حكما. هذه الآية نص في بطلان هذا التحديد، وكما ذكرنا دليل على جواز وطء الصغيرة إذا كانت مطيقة، إنما يمنع من وطئها إذا كانت مطيقة ولا يمنع من زواجها. قد اتفق العلماء على جواز أن يزوج الأب الصغيرة إذا كان هذا إذا رأى مصلحتها في ذلك، وإن كانت يعني كما في سن عائشة حين عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو أقل أو أكثر، إنما اختلفوا في غير الأب. والصحيح أنه ليس أن الأب هو الذي يزوجها والجد كذلك لأنه أب، وأما غير ذلك فقد منع منه بعض أهل العلم وأجازه بعضهم مع جعل الخيار لها إذا بلغت. والأظهر أنه لا يزوجها غير الأب حتى تبلغ. قوله إن ارتبتم قال فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والصحيح أنها إن ارتابت فالأصل أن دمها دم حيض حتى يثبت خلاف ذلك، ثم هي التي ترتاب ولسنا نحن الذين نرتاب. القول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير
وهو اختيار ابن جرير، وهو أظهر في المعنى، إن التبتم في حكمهن. احتج عليه بما رواه عن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولات الأحمال. قال: فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء هي ثلاثة قروء، قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الأحمال. وهذا هذه القصة تدل على أن الأصل عندهم كما هو في سائر النساء أن الحامل لا تحيض، ولذا كيف تعتد بالقروء؟ إذا احتيج إلى معرفة عدة أولاة الأحمال لأنها لا تحيض. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعها، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة. الفواق لما بين الحلبتين في قول جمهور العلماء من السلف والخلف: طلقها فأتاها الطلق فوضعت، طلقها ثم مات فوضعت، استغفر الله، لا ما اشتلقها الأولانية دي، مات فوضعت، يعني حصل لها أتاها الطلق مثلا من شدة هول أو أن هذا كان موعد ولادتها فوضعت، قد انتهت العدة وبانت في عدة الوفاة وفي عدة الطلاق. قال: كما هو نص هذه الآية الكريمة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، هذه الآية هي التي يقضى بها في على آيات سورة البقرة، آيات سورة البقرة: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية في غير أولاة الأحمال، في غير الحامل. قال: كما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر. إن هنا هي في الحقيقة أولاة الأحمال المتوفى عنها زوجها دخلت في عموم الآيتين، فأي العمومين يقضى به على الآخر؟ يعني من الآية يقول عموم آية أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن شمل نوعين، شمل المطلقة شمل المتوفى عنها زوجها. المطلقة لا يصلح أن تكون ثلاثة قروء لأن الحامل لا تحيض، والمتوفى عنها زوجها يمكن أن تكون أجلها أربعة أشهر وعشرة،
ويمكن أن تكون أجلها وضع الحمل. فمن أهل العلم من قال نعمل بالأمرين، هو قول علي بن عباس، لنقول بأبعد الأجلين أو بالاحتياط. والصواب أن آية النساء القصرى لهذه السورة لسورة الطلاق نزلت بعد آية البقرة، ثم أتت السنة بتوضيح أن آية سورة الطلاق هي العامة القاضية التي يعني تبين أنها 14 خاصة بالمطلقات، أو أستغفر خاصة بالمتوفى عنها زوجها وليست حاملة، أن آية سورة البقرة في المتوفى عنها زوجها التي تتربص 14 هي في غير الحامل. قال روي عن علي بن عباس أنه ما ذهب في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. وقد قال البخاري عن أبي سلمة قال جاء روى بسنده يعني عن روى عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة، فقال ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج صبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته 40 ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. أبو السنابل ده اللي هو كان قال لها إيه، لست ناكحة حتى تمر عليك 14. هكذا رواه البخاري هذا الحديث، أورد البخاري هذا الحديث هنا مختصرا، وقد رواه مسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. رواه الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. رواه البخاري في صحيح ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق. ورواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل، على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، فكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. تدريان المخطوبة يمكن أن تتزين فتتجمل، مقصود مخطوبة التي إيه؟ التي تخطب يعني. قال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك
قال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح. طبعا ده دليل من أوضح الأدلة على عدم وجوب ستر الوجه، لأنه قال لها ما لي إيه أراك، إذن هو شافها. والقصة دي في إمتى؟ يبقى إذن كانت بعد نزول الحجاب بإجماع العلماء، فهي دليل ظاهر جدا على عدم وجوب النقاب. قال: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم ورواه البخاري، وده دليل على أنها وإن لم يكن ستر الوجه واجبا عليها، إلا أنه يلوذ أن المستحب والأفضل أن تجمع عليها إيه؟ ثيابها وتخرج، إذا خرجت تخرج إيه؟ في جلبابها. رأه وهي جوه في بيتها. طب دليل انها كانت كشفة وشها للخطاب، ولا هيشوفوها متجملة ازاي؟ هتتجمل ازاي بقى هي وهي لابسة نقاب ما بتشوف ما يشوفوش منها حاجة؟ وبعدين ده هو ابو السنابل كان رايح ومتصور ان هو ما ينفعش ايه يخطبها، مش كده؟ عشان بيقولوا لا ده تكشف وشها فقط للخطيب. طب ده هي اصلا هو كان رايح وهو مش ايه مش خاطب في المره ده، ده لما الرسول قال لها ان تتزوج تقدم لها ابو السنابل. وروى البخاري عن ابن سيرين قال: كنت في حلقه فيها عبد الرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله، وكان اصحابه يعظمونه، فذكر اخر الاجلين، ذكر ان المعتد من وفاه الحامل تعتد باخر الاجلين، هو فتوى ابن عباس. فحدثت بحديث سبيعه بنت الحارث عن عبد الله بن عتبه قال: فضمز لي بعض اصحابه. قال محمد: ففطنت له، فقلت يعني ظهر يعني نظروا إليه يعني بشيء ما إنكر عليه. قال: ففطنت له فقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. عبد الله ابن عتبة اللي هو أرسل إلى عمر بن عبد الله يأمره بالدخول على سبيعة، فيقول لهم ده هو ده جنبيكم. قال: فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عمرو فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه ابن جرير. عبد الله بقى الذي قال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، اللي هو عبد الله بن مسعود. ها؟ يعني ايه؟ هي دلوقتي لو كان لو كان وضع الحمل اللي هو ابعد الاجلين ممكن تقعد 9 شهور. طب هتفضل معتدة 9 شهور.
ولا تجعل لها الرخصة لو كان أقل. هي ونظرها بقى إذا جعلت لها الرخصة جعلت لها الإيه؟ جعل لها التغليب. ورواه النسائي وروى ابن جرير عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لا عنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. يدعو للملاعنة من المباهلة أن يجعل لعنة الله على الكاذبين لأنه متيقن من المسألة. قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. يريد بآية المتوفى عنها زوجها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وروى ابن جرير عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر. ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليا رضي الله عنه يقول آخر الأجلين فقال: من شاء لا عنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه أبو داود وابن ماجه. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ فقال: هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها. هذا حديث غريب جدا بل منكر في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة، لكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أمشتركة أم مبهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: أجلهن أن يضعن حملهن، المتوفى عنها والمطلقة. قال: نعم. دي بقى تشمل المطلقة الرجعية والمطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا هي اللي فيها غرابة، مشترك تبقى عامة. وروى ابن جرير عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي، لكن كده مروي من ثلاث طرق عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، موافق لحديث سبيعة الأسلمية. وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره ويؤسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزي له الثواب على العمل اليسير. قل قول هذا أصلاح الله. لا، هيقول إذا اللي بيقول أبعد الأجلين يقول لو وضعت الأول تستنى 14 و10، وإذا عدت أربع ما وضعتش بعد 14 و10 تستنى لغاية ما تضع. لكن هي أصلا الوضع
لا ما عندوش اصل ده. ما هو احنا بنتكلم على القول الثاني ده. لا بيقول اذا وضعت قبل الاجلين قبل ال 14 تستنى 14 و10، واذا ما جت 14 و10 تستنى لغايه الوضع. ولكن هو في الاصل انه اصل بقى الدليل الصحيح يعني ايوه صح الصحيح انها اذا وضعت حملها بالظبط بالظبط، ولو هي بعد 14 تستنى يعني لو هتقعد 9 شهور تستنى 9 شهور